أستاذ محمد أيت حمزة، جيوغراف، كلية الأدب الرباط، جامعة محمد الخامس. النقاش الذي دار هذه الصباحة على كيفية تنمية الأرياف بإفريقيا كان نقاش هائل جدا، لأن الدراسة التي قامت بها مجموعة من الأساتذة ألمت بأغلبية المواضيع التي تهم إفريقيا، سواء كانت فلاحية أو كانت على مستوى تكوين الأشخاص أو أعلى مستوى الجهيزات التي تنقص هذه المنطقة. ووصلت بلغت إلى مجموعة من النتائج اللي هي مهمة وحاولت أن ترتبها، فوضعت في الدرجة الأولى تكوين الإنسان كعمود فقري لكل تنمية في إفريقيا، كما أنها تطرقت لموضوع الساعة، كيف يمكن للمغرب أن يساهم في هذه التنمية. ولاحظت بأن المغرب يتوفر على مجموعة من التجارب، سواء على مستوى التشارك ديال السكان أو مستوى تنمية المجالات القروية أو مستوى تجهيزات المجالات القروية، وأنه بإمكانه أن يدلي بدلوه في هذا المجال، كما أن المغرب بإمكانه أن يأخذ بعض التجارب التي نجحت في إفريقيا وأن يستفيد من السوق الإفريقية على مستوى مجموعة من المواد التي تتوفر عليها هذه الدولة. وبالتالي هناك ربح بالنسبة للطرفين، سواء الطرف المغربي أو الطرف الإفريقي.